اليوم كان الافتتاح ديال معرض جايتكس افريقيا المغرب تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الله ينجبو. جايتكس افريقيا المغرب هو واحد من اكبر الاحداث في مجال التكنولوجيا في افريقيا. الاحتضان ديال المغرب ديال تظاهره بهذا الحجم تيعزز المكانه ديالو كقطب رقمي اقليمي، ايضا تبين المغرب تساهم في النمو سوسيو اقتصادي لافريقيا، ايضا تسمح للمغرب باش يجلب استثمارات جديده، وان الشركات اللي تشاركوا في هذه التظاهرات يقدروا يحصلوا على استثمارات جديده وايضا يولجوا لاسواق جديده. هذا النمو ديال الاقتصاد الرقمي تيسمح بخلق فرص شغل مهمه للشباب. بالنسبه للاتفاقيات اللي كانت اليوم، وقعنا على اتفاقيه مهمه مع شركه اوراكل الدوليه باش يتم احداث مركز ديال الحوسبه الضخمه الايبر سكيلر. هذا اول ايبر سكيلر اللي غادي يكون في المغرب وفي شمال افريقيا. هذا الايبر سكيلر غادي يعطي خدمات سحابيه جد متطوره للزبناء في المغرب وفي العالم، اللي غادي يسمح بتسريع وتيره التحول الرقمي ديال المغرب وديال القاره الافريقيه. استثمار اجمالي ديال 1.4 مليار ديال الدرهم.